السلام عليكم، موعدنا في هذه الحلقة مع ساعة متميزة جدا تجمع بين الكلاسيكية والذكاء. كما تشاهد معي ساعة متميزة جدا شكلا ومضمونا، وهنا عندنا التطبيقات أو الأقسام المتوفرة في الساعة. تأتي بحجم 1.2 إنش وهو حجم مناسب جدا للساعة. عندنا عداد دقات القلب 128 ميجا في الرام و64 ميجا كسعة داخلية. ثم عندنا أيضا هذه الميزة التي تسمح بالانتقال بين التطبيقات بمجرد تحريك الساعة ودون الحاجة إلى لمسها. أيضا عندنا الويك أب سكرين أو سمارت ويك أب سكرين إن صح القول، التي تسمح لنا بتشغيل الشاشة بمجرد تحريك اليد. ثم عندنا أيضا بطبيعة الحال هنا المنبه. كما يمكنك إجراء المحادثات من خلال الساعة نفسها وتلقي الرسائل وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تشغيل الصوتيات على هاتفك من خلال دائما الساعة نفسها. وتسمح لك أيضا بطبيعة الحال بالتقاط الصور مباشرة دون الحاجة إلى استخدام الهاتف بشكل مباشر. كما تحتوي ساعتنا أيضا على البيدومتر الذي نحتاجه بطبيعة الحال أثناء الركض. إذا لا شك أنها ساعة متميزة شكلا ومضمونا، ولشراء هذه الساعة المتميزة سوف تجد إن شاء الله رابط الشراء مباشرة أسفل الفيديو، والرابط الثاني سوف يكون حول طريقة الشراء إذا لم تكن تعرف كيف يمكنك شراؤها. وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.